السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي اوقاتكم يا رب. حبايب قلبي، اخواني واخواتي، بتمنى ان تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله رح ناخذ مع بعض الدرس الثاني، اللي هو رح احكي عن بعض مفردات، يعني بعض المفردات المهمة اللي لازم تحفظوها تبع المنزل. وكمان رح طبعا بس نخلص الدرس ونزله على اليوتيوب، رح احط لكم نسخة للدرس على صيغة PDF عشان تقدروا تحملوا على الموبايلات او على الكمبيوتر اللي عندكم، وتقدروا تطبعوه او تقدروا انه تحملوه على الموبايل مشان تقدروا تقرأوا وتدرسوا منه. يلا بسم الله توكلنا على الله. هلا اول شيء une table، طاولة، طاولة. une chaise، لاحظوا معي الس والاش يقرأوا اش بس مو دائما، ولكن هون اش. الأ والإي مثل ما قلت لكم بيقرأوا أي، والإس لما بيجي بين حرفين صوتيين بصير إز، لهيك صارت شيز، إن شيز يعني كرسي. إن تلفزيون أو فينا نقول إن تيلي، أكيد طبعا بتعرفوا شو يعني، اللي هو التلفاز. أم باليه، أم بالي، هاي مو بالي تبع الرقص بس فيكن تحفظوها، يعني فيكن تتذكروها بهالنقطة هاي، يلي هي المكنسة، المكنسة العادية يعني مو الكهربائية. أم بالي طبعا المكنسة باللغة الفرنسية بتجي مذكر، لهيك حطينا أن. هلا شوفوا التابل حطينا أون في آخر حرف الأو. أون شيز الكرسي مؤنث بالفرنسي، أون شيز. أون تلفزيون، تلفزيون بيجي بصيغة المؤنث باللغة الفرنسية. ومنكفي هون. une belle وليس belle، belle يعني جميلة، ولكن une belle، belle هون بتجي بمعنى مجرفة أو كريك، يعني فيكم تقولوا كريك أو مجرفة اللي بدكم إياه، اسمه belle وليس belle. هلا هي بالي، هذا بيل، لاحظوا الفرق اخواني بين البي والبي. ام بغوس، ام بغوس طبعا يعني فرشاية. ان سو، ان سو يعني سطل، المجرفة لا بس السطل. يلي بعده دي جون، دي جون. ليش ما قلنا ان جون؟ لانه هون في اس، هذا جمع بيجي دي جون اللي هن الكفوف، الكفوف باللغة الفرنسية بيجوا يعني بتجي بصيغة الجمع دي جون. اون بورت، اون بورت هون في بي وليس ب اللي هو باب. وهلا بنيجي على لائحة تانية، طبعا هون في لا ميزون يعني المنزل عشان ما انسى. لو توا، لو توا بيجي بمعنى السقف، سقف المنزل اسمه توا. الاو والاي مثل ما تكون يقرا اوا، والتي لا يلفظ اخر الكلمه غالبا. لا بوال، لا بوال هي هيك بتنقرا اخواني، ما بتقولوا بويل، بوال. طبعا هذا الاكسون يلي على الاو انا بقول له رقم 8 صغيرة، لانه بالعربي 8، هذا بقول له بالفرنسي سيخ كونفليكس، سيخ كونفليكس. شو معناتها؟ معناتها المقلاية او المقلاية، يعني هي بتجي بمعنى لا بوال او اون بوال لانه مؤنث. لا ماشين الافي اللي هي الغسالة الاوتوماتيك اخواني، كلمة ماشين يعني آلة، لافي يعني غسيل، يعني فينا نقول يعني آلة الغسيل. شوفوا هون شو شلون نقرأها، ما شين. ليش قلنا الاي ان؟ ليش قلنا ان؟ لانه في بعدها حرف او، حرف صوتي. لو شلنا هذا الحرف، الحرف الصوتي، بتنقرأ معنا ماشا. الاي والان اذا ما كان في بعدهم حرف صوتي يقرأوا ا، ماشا، بس لانه في بعده حرف صوتي
فصارت ما شين وليس ما شا. الإي والإن بنقرأوا أ لحالهم، ماشين على في. لي تواليت، طبعا كلكم تعرفوا شو معناته اللي هو التواليت. لي تواليت في نقطة مهمة كتير، تواليت ما بيجي غير بصيغة الجمع، لهيك حطينا حرف اس. ما منقول اون تواليت، منقول لي تواليت. لا كويزينيير، لا كويزينيير اللي هو بيجي بمعنى الفرن، بيجي بمعنى الفرن. هلا الفرن بيكون في له روس من فوق بتحطوا عليه الطناجر والمقالي، وبيكون في تحت، في يعني بيكون في تحت في فرن بيحطوا فيه الاكل مشان تعملوه شوي. الفرن هذا التحتاني من دون الروس الفوقانية بيقولوا له فوغ، لو فوغ بيجي مذكر، مذكر بيجي لو فوغ. لو ميكرو اوند يعني المايكروويف. لا فونيتر يلي هو بيجي بمعنى الشباك وبيجي بصيغة المؤنث. لولي، لولي التاء لا يقرأ مثل ما قلت لكم، يعني سرير أو تخت. لا كومود، لا كومود. كومود هي بتيجي بمعنى كومدينة، طبعا كلمة هي الكومدينة جاية من كومود. وهلا حبايبي هون بنكون خلصنا المفردات. في شغلة أخيرة رح أعطيكم إياها هيك على السريع مع هذا الدرس، اللي هي الضمائر الشخصية. Les pronoms personnels sujet، الضمائر الشخصية اللي بتيجي بشكل فاعل. أول شي بنبلش ب جو، أغلبكم بيعرف شو يعني، اللي هي بتيجي بمعنى أنا، وهو ضمير شخصي مفرد مؤنث، بيجي مؤنث ومذكر. تو، تو اخواني بتيجي بمعنى انت او انتي، كمان بيجي للمذكر والمؤنث مفرد، مفرد وليس جمع، بس بيجي المذكر والمؤنث الاثنين مع بعض. هلا هون وضع مختلف. ال، اي ال هي بتيجي بمعنى هو. ال هي. اون نحن. نو كمان بتجي بمعنى نحن، بس في فرق بين النو هي والاون هي. طبعا هي في عدة اسباب، يعني في اختلاف بسيط بيناتهم. التنتين بتجي يعني بالمعنى العام، تنتين بيجوا بمعنى نحن، ولكن هي بتجي اكثر رسمية، يعني لما نكون مثلا بمكان مثلا بالمحافظة او بالوزارة او كذا، يعني او عم نحكي مع اشخاص مثلا غرباء، يفضل انه نحن نستخدم النو. اما بنكون عم نحكي هيك يعني اهلية بالمحبية، مثل ما بنقول نحن بنستخدم الاون. وفي سبب تاني انه الفرنسيين بيحبوا الاون اكثر من نو، لانه تصريف الافعال بالاون سهل، يصرف نفس طريقة هي هو وهي، بينما النو بيختلف شوي التصريف وشوي هيك، يعني هنا بيحبوا يحكوا بسرعة اكثر، فبيحبوا انه يختصروا فبيستخدموا اون. فو يعني بتجي بمعنى انتم، وفينكم تقولوا فو لشخص واحد بس بصيغة الاحترام، يعني أنتم حضرتكم سيادتكم، بتكونوا عم تحكوا مع شخص واحد مسؤول مثلا. هلا بسوريا مثلا بنقول نحن إذا كنا عم نحكي مع شخص مسؤول إنه حضرتكم أو أنتم يعني، ولكن هم بفرنسا حتى لو كان الشخص مو مسؤول، حتى لو كان ماشي بالشارع، إذا بدك توقفوا تسألوا شيء لازم تحكي معه بصيغة أنتم وليس بصيغة أنت للاحترام. هلا إيل مع افيك اس يعني مع اس، هي مثل ايل يعني مذكر، ولكن مو مفرد وانما جمع، يعني بتيجي بمعنى هم. ال افيك اس مثل ال تبع المؤنث، بس ما لا مفرد لانه فيها اس تبع الجمع. ال افيك اس يعني ال مع اس، وهي مقصود فيها هن. هلا هون اخواني انا بكون خلصت الدرس، بتمنى انه يكون الفيديو شرحه بسيط وواضح، وصدقوني اذا مشيتوا معي رح تقدروا تكونوا جمل خلال يعني اسبوعين او 3 اسابيع، رح تصيروا تحكوا جمل. صدقوني اذا بتمشوا معي، اذا بتمشوا معي يعني مثل ما انا عم بعطيكم، وبتحفظوا وبتدرسوا مزبوط،
مثل ما راح اكون رح يصير تحكوا جمل باذن الله. ولا تنسوا حبايبي تحطوا لايك اذا الفيديو عجبكم، وانكم تشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا لسه، واذا بدكم تبعتوا هذا رابط الفيديو هذا تنشروه بغير المواقع على الفيس وكذا، ما عندي مشكله ان شاء الله الناس تستفيد. نحن هدفنا انه نفيد اكبر عدد ممكن من الناس، وهي هي فكره الصدقه الجاريه. وانطروني ان شاء الله بالدرس القادم اخواني، رح يكون عن الصفات الملكية، ورح احكي عن شجرة العيلة ان شاء الله بالدرس القادم. صدقوني ان شاء الله رح تنبسطوا كتير، لانه محضر لكم برامج كتير رح تعجبكم. ديروا بالكم على حالكم ودرسوا منيح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.